زي ما حضراتكم شايفين اهوت فوق الجهاز اهو في السطوع اللي هو القليل على الدارك مود. طبعا ده بيبقى السطوع عندي على طول لان انا في البيت او في الشغل البضاعة عندي اهوت قليلة، فبيبقى السطوع زي ما انتم شايفين كده، فتبقى الشاشة مقطعة من تحت. ده هو دوت رمادي ودي مسفرة، تمام. بتظهر لي بقى في اي حاجة اهو، يعني بس اعمل سكرول اهو كمان بتظهر لي في اي حاجة، في الواتساب الدارك ممكن كل حاجة، تمام اهو برضو تحت اهي، تمام. لو احنا عملنا كده بعمل سكرول، ده رمادي ده معرفش ليه غريب كده مش عارف.